وجل ليباهي بك كرام ملائكته كل يوم مرارا. فإذا جنك الليل فأجيب الباب وخذي مضجعك من فراشك، فإني في منزلي فاطمة بنتي أسد. فجعلت خديجة تحزن في كل يوم مرارا لفقد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان كما للأربعين هبط الأمين جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد، العلي الأعلى يقرئك السلام وهو يأمرك أن تتأهب لتحيته وتحفته. فقال النبي: محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا جبرائيل، وما تحفة رب العالمين وما تحيته؟ قال: لا علم لي. قال: فبينما النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، إذ هبط ميكائيل ومعه طبق مغطى بمنديل سندس أو استبرق، فوضعه بين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأقبل الأمين جبرائيل عليه السلام وقال: يا محمد، يأمرك ربك أن تجعل الليلة إفطارك على هذا الطعام. فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: كان النبي محمد صلى عليه وآله وسلم أفضل الصلاة والسلام، محمد وآلي محمد، علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، الأئمة المعصومين، صاحب العصر والزمان، بتباركين بهالليلة، والله يعودكم إن شاء الله في خير وعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم
كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هادي الشعوب إذا تروم هداها. هي رحمة للعالمين وكعبة الآمال في الدنيا وفي الآخرة. هي طاهرة، هي أم أبيها، هي فاطمة الزهراء. بمدح ابنة المصطفى ينجلي كربي، وإن معاليها لأسنى من الشهب. في مدحها القرآن، بل سألوا الكتاب، فإن لم تصدقوا ما أقول ولاها. شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، زهراء من نورها الأكوان تزدهر. بنت الخلود لها الأجيال خاشعتان، أم الزمان لها تنتمي العصر. مجبولة من جلال الله طينتها، يرف لطفا عليها الصون والخفر. في عيد ميلادها الأملاك حافلتان، والحور في الجنان لها سمر. لا عذب الله أمي، لا عذب الله أمي، إنها شربت حب الوصي وغدتنيه باللبن. وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. الله. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني.
وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني. اللهم صل على كفاكم كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. الله نصلي على محمد. تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا والشمس يقرنها في الرتبة القمر أم الأئمة من طوى لرغبتهم يعلو القضاء بنا أو ينزل القدر. ثانية بأعلى أصواتكم. اللهم صل على ثالث على حب الزهراء. قال مولانا أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه في دعاء كمين لابن زياد: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن المهدي، أرواحنا له الفداء، وإلى علمائنا الأعلام، وإليكم أيها الحضور الكريم، وإلى الأمة الإسلامية قاطبة بذكرى ولادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. وندعو الله بحق هذه المناسبة العظيمة وبحق هذه الليلة المباركة أن يمن علينا بنصره على من ظلمنا، وأن يعجل في فرج إمامنا، وأن يقضي حوائجنا وحوائجكم للدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم يا كريم، ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين والبراءة من أعدائه يا كريم. يستفاد من فقرات هذا الدعاء عدة أمور مهمة، أبرز هذه الأمور هي التكيف مع المعاصي والذنوب التي يقوم بها الفرد. ولا يخفى علينا ولا عليكم أن الكثير الكثير منا من يذنب الذنب أو يعصي الله سبحانه وتعالى ثم لا يعير هذا الأمر أي اهتمام، والسبب في ذلك يرجع لابتعادنا عن الله سبحانه وتعالى ولابتعادنا عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
وإلا الإنسان لو أذنب الذنب ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى لعفى الله عنه. لكن الإصرار على الذنب يبوئ صاحبه في النار. لهذا جاء في الفقرة الثانية في دعاء كميل عدة نقاط مهمة، أبرزها قوله اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. خليك وياي والليلة كلنا قارين دعاء كميل طبعا قبل أن نبدأ المجلس. الكلمات هذه والفقرات مر علينا. يقول أمير المؤمنين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. هاي المفردة بروحها، هاي المفردة العصام تعني في اللغة الستر. يعني خلنا نعيد صياغة الدعاء من جديد، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الستر. هني قد يسأل سائل، يمكن تسألني هالسؤال تقول لي وش هالذنوب هذه التي تهتك ستر الإنسان؟ طبعا الذنوب والمعاصي إليها مراتب وإليها مقومات. كل ذنب يذنب الإنسان إليه مقوم، إليه دافع يدفع هذا الإنسان أو يدفع هذا المرء للقيام بهذا الذنب، للقيام بهذه المعصية. فمثلا الزنا، الزنا شو الدافع اللي يدفع المرء لأن يقوم بهذا الأمر العظيم؟ هي الشهوة، صح لو لا؟ مثلا استراق النظر، شو المقوم، شو الدافع اللي يدفعني اني والله انا استرق النظر؟ صاحبي حاط ورقته في الامتحان وقاعد يحل وانا ما راجعت فاسترقت النظر، هاي دافع، هاي مقوم. بعد امر اخر، شو الذنوب، ما هي من الذنوب؟ فتاة متبرجة طافت علي بزينتها وعطرها، نظرت إليها، هاي مقوم، هاي دافع. ما في ذنب، ما في معصية يقوم بها الفرد أو المرء إلا ولها دافع، إلا ولها مقوم. زين، نرجع. يقول اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الستر، بعد الصياغة الجديدة حتى يتضح الكلام. ما هي الذنوب التي يذنبها المرء فتهتك ستره؟ تقول الرواية من الذنوب التي تهتك ستر الإنسان لعب القمار وشرب الخمر. هالذنبين دلين كفيلين أن يهتكا ستر الإنسان، بل وأن يفضحا هذا الإنسان أمام الأشهاد. لعب القمار وشرب الخمر. شرب الخمر ما ويانا أحد. لعب القمار، إذا يتذكرون أبوات الكبار اللي في المات مطال الله في أعمارهم، قبل 50 إلى 60 سنة حالة المقامرة موجودة في مجتمعنا، صح لو لا؟ ما هو مجتمع أنبياء، لا، موجودة. يعني في بعض المجالس، بعض البسطات، بعض الديوانيات، بعض القهاوي، موجود القمار. بفضل وعي الناس، جهود العلماء، نلاحظ هاي الظاهرة تلاشت. وعت الناس، عرفت حرمة الأمر، تلاشت الظاهرة. اليوم قاعدة ترجع لنا هاي الحالة، القمار بشكل أقوى من السابق. اليوم قاعدة ترجع لنا هاي الحالة، المقامرة بشكل أقوى من السابق. دخل بعض المجالس، دخل بعض الديوانيات، اليوم قاعدين موجود. لو ايش تروح المجال القهاوي، القهاوي اليوم شباب الله يخليهم بعد يروحون وحم عم بدي الدوري وكوره وده، تشوفون بعيونهم حاله المقامره موجوده في مجتمعنا. زين تقول لي فلان آلة مما حرمها الله جل وعلا، خفف ثقل اتركها عنك، يجيب لك بعد حجه شرعيه، يقول لك والله اللي بس انا قاعد العب عن الملام، أنا اللي بس أغير جو. زين تحل ما أحرم الله جل وعلا عشان تغير جو أو تنفه عن نفسك؟ شفت هالذنبين دلين كفيلين أن يهتكا ستر الإنسان. بعد يقول أمير المؤمنين اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل. وش تنزل؟ ها؟
ها تصيرون وياي لو بتتابعون الباب اللي داخل واللي طالع. ترى انا بعد انشغلت في اللي يدخل واللي يطلع والجهان وده, بس خلكم وياي شويه. يقول امير المؤمنين اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزلون, يعني شيء من فوق ينزل, وايش هاللي ينزل؟ النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. سامعين عن قوم لوط؟ قوم لوط اللي الله جل وعلا يقول عنهم في القرآن يأتون الرجال شهوة من دون النساء. يعني شنو؟ يعني يأتي الرجل إلى الجنس المماثل إليه, الجنسين المماثلين يجون لبعض. إيش سوى فيهم الله؟ فأنزل الله نقمته عليهم أبادهم راحوا. اليوم إليهم أثار؟ اليوم إليهم ذكر؟ بل يذمهم العقلاء كلما ذكروا. واقعاً هذا الكلام خلى بين قوسين, بما أننا تطرقنا لهذا الأمر, حالة اللواط أيضا بدأت تتفشى في أوساط شبابنا. اليوم هاي الحالة, حالة اللواط, بعد بدأت تتفشى بين شبابنا. والسبب والخلل وين؟ قلة الوعي والإدراك لخطورة الأمر. واحد, هاي سبب. سبب ثاني, الكبت الجنسي. سبب ثالث, الحرمان والمعاملة القاسية وعدم الإشباع الذي مارسه الأبوين تجاه أبنائهم. لهذا تفشت هاي الحالة. اليوم موجودة هاي الحالة, وذكرت أسبابها. وش يقول بعد أمير المؤمنين؟ يقول اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. يعني يمكن تسأل سؤال تقول فعلا وش هالذنوب هذه التي تغير نعم الله سبحانه وتعالى؟ وش هالذنوب هذه التي تنزل نقم الله سبحانه وتعالى؟ تقول الرواية, من الذنوب التي تنزل نقم الله والذنوب التي تغير نعم الله, التفت, الزنا والقتل. الزاني والقاتل, شفت هالذنبين دلين وش يسوون؟ كفيلين أن ينزل نقم الله ويغيران نعم الله, الزاني والقاتل. إليش؟ لعظم أثر الذنبين على الإسلام. قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية, أو وحرم ذلك على من؟ ليش؟ لعظم أثر الذنب عند الله سبحانه وتعالى. اليوم بعض الانفتاحيين اللي بعض نقول العلمانيين الشيوعيين جايين يحرفون كلام الله سبحانه. لو ايش نروح للعلمانيين والشيوعيين؟ خلهم. اليوم بعض شبابنا اللي يطلع برا, تبتعث الدولة للدراسة في الخارج, أو أبوي طرش يدرس برا في لندن, في أوكرانيا, في هالبلد الميشون, الصين الشيوعية, وردي نزل هني بعد 5-6 سنوات يجي مقتنع شبعان بأفكار شيوعية, أفكار منحطة, يجي بيحارب دين الله سبحانه وتعالى. يقولوا ايش قاعدين تقولون؟ الزاني لا ينكح الا زاني. فلان زنى وتاب, خلاص تنقلب حياته لجحيم. شوف المنطق شلون, منطق ارتجالي. اسمع شو يقول, جاي بيغير في دين الله. يجي يقول لك يبي يجيب لك ادله يلف لك ويدور, مو الله ارحم الراحمين؟ اي بلى. زي ليش عجل من رحمه الله جل وعلا انه يعفي عن المذنب؟ ليش ما تعفون انتم عنه؟ مو احنا اللي نعفي عنه. الله جل وعلا قال الزاني لا ينكح الا زاني, لعظم اثر الذنب على الاسلام. اليوم لما الله سبحانه وتعالى يجي يعفي عن الزاني, ويجي يعفي عن القاتل, ويجي يعفي عن السارق, وش بعد لازمة هالدين هذا؟ شلون نتربى عجل؟ شلون نتأدب؟ شلون نتخلق بأخلاق محمد وآل محمد؟ لهذا جاءت الآية وتتكلم بغلظة وبشدة في القول.
الذنبين دلين كفيلين أن ينزلا نقم الله ويغيران نعم الله. بعد يقول أمير المؤمنين: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. الذنوب التي تحبس الدعاء، وش هالذنوب هذه؟ انت اسأل نفسك، قول وش هالذنب هذا اللي يمكن أنا أقوم به وهو كفيل أن يمنع استجابة دعائي؟ عدل لو لا، وش هالذنب هذا اللي يمكن أنا أقترفه أقوم به بقصد أو من دون قصد وهو كفيل أن يمنع استجابة دعائي؟ تقول الرواية: من الذنوب التي تمنع استجابة دعاء الإنسان عقوق الوالدين. عقوق الوالدين هذا ذنب يمنع استجابة دعاء الإنسان. إلى ويش؟ لقول الله جل وعلا: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا. حرفين صح لو لا؟ لكن هالحرفين دلين كفيلين أن يأخذا صاحبهم إلى النار. شوف انت أثر واحد، أثر من آثار عقوق الوالدين سلب البركة من رزق الإنسان، ما في بركة في أمواله. هذا العاق. بعد أزيدك: بل يسلب الله منه التوفيق في عمل، في دراسة، في زوجة، في أولاد. هذا العاق الوالد. يمكن احنا فعلا عاقين بس ما ندرك حجم الأمر، ما ندريش يمكن الله يسوي لنا. دخل رجل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وقال لي: يا رسول الله، عفوا، دخل النبي على أحد أصحابه وهو في حال الاحتضار، يحتضر بيطلع من الدنيا. التفت لي النبي قال لي: فلان قل لا إله إلا الله. فانقبض لسانه عن الكلام، ما قدر يتكلم، عاد عليه: فلان قل لا إله إلا الله أبدا. التفت لمن حضر المجلس قائلا: أولي هذا الشاب أم؟ قالوا: بلى. وين أمه؟ التفت إلى أمه يقول لي: هل أنت ساخطة علي؟ قالت: بلى يا رسول الله. تقول الرواية: 7 سنوات ما كانت تتكلم. هذا بعد بالله عليك وين يشم ريحة الجنة؟ محروم. قوم يا فلان اشتر خبز. قال: أوه ما في إلا أنا في البيت. قوم يا فلان سوى الحاجة. قال: أوف أنت ما يعني إحنا يمكن ما ندرك هالكلمات الجارحة إيش تبقي من أثر في قلب الوالدين. يمكن إحنا نقولها وأروح أحط رأسي وأنام، لا وبعد تجي لي أمي في الليل وتلحفني بعد وأقعد ملحف، ما أدرك حجمها. ليش ما أدرك حجمها؟ وهي التي تدق ناقوس في قلب الأم وفي قلب الأب. فاللي عنده أم واللي عنده أب يحافظ عليهم، وخليه يروح يسأل المحرومين، يسأل اليتامى: شلون حالكم من دون أبواتكم من دون أمهاتكم؟ يتألموا. هاي الذنب الأول من الذنوب التي تمنع استجابة دعاء الإنسان. الذنب الثاني: قطيعة الرحم، القاطع لرحمه. الذنب الثالث وهو أكل الحرام. هذا الآكل للحرام، الآكل للحرام الله جل وعلا يسلب منه التوفيق، بل يلوث نفسه، سواء الأكل الحرام بالأموال أو الأطعمة. وهذا الكلام خلى بين قوسين ويوجه لشريحة الشباب. هذا الكلام من عندي، يمكن تقبله يمكن ما تقبله. بعد أكل الحرام ما عليك من اللافتة اللي وش كبرها على باب مطعم ما له حاط حلال وش تبي يكتب لك حرام مثلا. انت الله جل وعلا انعم عليك بالعاقل، تفكر وانظر لأثر الحرام على الجانب النفسي وعلى الجانب البدني. النفسي تسود هذا القلب زين، اما البدني فهي التي تلوث نطفة الرجل. هذا أكل الحرام.
فهذا يفترض أن نأخذه الأمر بالكلام بعين الاعتبار، نلتفت. قال اليوم تعرف وشوف تسمع، بعد عندك حكومة قاعدة تضخ ملايين الدنانير، هدفها تسعى ليل نهار تبي تفسد عقول وقلوب الشباب، تشتغل ليل نهار. لهذا شوفكها أحلت ما حرم الله وحرمت ما حلل الله جل وعلا، آدهم. لهذا شوف أهل البيت سلام الله تعالى عليهم جو يربونا، جو يعلمونا. شوف مثلا صاحبة هذه الليلة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى، شلون ثمار تربيتها لأولادها انعكست على أبنائها، مع أن الفترة الزمانية اللي عاشتها ويا أولادها 18 19 سنة ترى كلش قليلة، مو كفيلة تربي هذه المدة الزمنية، لكن تعال شوف ثمار تربية هذه المرأة شلون انعكست على صبطيها الحسن والحسين، أصبحا سادات، ومن نسلها نسل النبي الأكرم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل لا ندخل في فقرة الولادة وقبل يفترون بالماء ورد، الجماعة عندهم جمع لإعمار المقبرة، فأعينوه معانكم الله، وما تقدموا لأنفسكم خير تجدوه عند الله. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما أراد الله جل وعلا أن يوجد نور فاطمة ابنة النبي محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، جاء الأمر من قبل الله جل وعلا لنبيه، يا محمد اعتزل خديجة 40 صباحا، فاعتزل النبي خديجة 40 صباحا بأمر الله جل جلاله، حتى جاءت الساعة التي تكون فيها ماء فاطمة في صلب محمد، فنزل الأمين جبرائيل على قلب النبي صلى، ومعه طبق من طباق الجنة فيه عنب وقيل فيه تفاحة من تفاح الجنة، وأمر الله جل وعلا نبيه أن يأكل ما في الطبق كاملا،
فأمر النبي أمير المؤمنين أن يغلق الأبواب، وكان من عادته إذا وضع مائدة الطعام أن يدخل عليه السائل والمسكين، إلا في ذلك اليوم الذي أراد الله جل وعلا بوجود نور فاطمة. فلما أتم النبي ما في الطبق قام لفاطمة سلام الله تعالى عليها، ما إن مرت يده على حلقة الباب تقول خديجة: عرفت أن الذي عند الباب هو محمد. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام، صلى الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول خديجة: ففتحت الباب لمحمد ودخل عندي ولم يبتعد عني إلا عندما شعرت بثقل فاطمة في رحمي. الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول خديجة: وما مرت الأيام إلا وسمعت لها حديثا وهي في بطني، فدخل علي محمد وقال لي: يا خديجة، إن الله جل وعلا قد أخبرني أن الذي في أحشائك هي ابنة من نسلها تكون ذريتي. يا مستمعين النظام، استعدوا للقيام. تقول: فبينما هي كذلك والأيام في تسارع، تقول: وإذا بي أرى أنوارا صواطع وضياء لامع وفاحت روائح المسك والعنبر، فعلمت أنها الساعة التي أضع فيها بابنتي فاطمة. تقول: فبينما هي كذلك إذ سهل الله ولادتها فوضعت بها طاهرة مطهرة. حسن والحسين زين العابدين أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، كل بياض والحاضرين واللي يقرأ لكم واللي يجاوب ما يجاوب. شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، شعت فلا الشمس تحكيها، زهراء من نورها الأكوان تزدهر، شعت فلا الشمس، زهراء من نورها الأكوان. ليش مكة اليوم صارت زاهرة والفرحة عمت؟ ايام بسمع الونة لابسة ثوب المسرة
وبين يديها ورود ضمت جاية تنثر علينا كل معانيها التمت. والزهرة ايدك فوق والزهرة يلا لا تستحي شجعوني اللي في النص ها هالليلة ميلاد الزهرة هالليلة هالليلة ميلا هالليلة بضعة الهادي محمد شرفت عالمنا واسعد والسعد هالليلة انشد شعت فلا الشمس تحكيها ولل شعت فلا الشمس تحكيها ولل زهراء من نورها الأكوان فاطمة القرآن وتشهد هالسور ليها شهادة الله أحيا الكون منها وامتلأ كل سعادة بالله شوصف نور حكمة زهد توحيد وعبادة كمالها يدك فوق كمالها هاي لا تستحي لا تستحي كمالها كمالها للعالم رابها كمالها وكملها للع وكملها يجري بدمنا ولاها بالقلب زايد غلاها واحنا من نذكر اسمها صرنا نتأمل علاها شعت فلا الشمس تحكيها ولل شعت فلا الشمس تحكيها ولل زهراء زهراء من نوري يا إلهي يا إلهي بالبتولة احفظ الشيعة الأكارم في المشارق والمغارب من براثات كل ظالم بيها نتوسل ولا عدنا وسيلة بغير فاطم والشيعة والشيعة فعيدك فوق والشيعة أخوتها جاوبني ها والزهرة عنوان الشيعة والزهرة والزهرة عنوان والزهرة احفظ لنا المرجعية والعمامة الفاطمية في أرض قوم العزيزة وابن جفنا الحيدرية شعت فلا الشمس تحكيها ولل شعت فلا الشمس تحكيها زهراء زهراء من نور بضعة الهادي النبي يا نور بالجنة أعمى البصر والبصيرة من يصد عنا حب النبي والعترة مثبوت بالسنة وياكم حسن ظل انت وياكم حسن ظل انت وياها والجنة والجنة ها اخوتي ها ايدك فوق جاوبني ها
بالزهرة ارزقنا الجنة بالزهرة 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 وبالزهرة للزهرة والآل كل عيادهم نحتفل نبتهج ويا النبي بالنور شيخ وطفل ثابت نهجنا ولا تهمنا فتاوى النذل كل فتاوى تكفير ينشرها عديم الأصل ها والجنة والجنة مذهبنا مفتاح الجنة مذهبنا 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 بالزهرة والمصطفى والآل من هاشم احنا كسبنا الإباء ما نخشى من كل ظالم هذا خبيث افترى منا سماحة العالم واجب من الدين ننصر سماحة الشيخ قاسم صيحاتنا صيحاتنا وانيدك فوق يا الحاقد اسمع صيحاتنا يا الحاقد اسمع يا الحاقد اسمع يا الحاقد اسمع صلوات صلوات على محمد وعلي محمد صلوات صلوات على محمد وعلي نبينا محمد صلوا عليه وعلى علي والزهرة البتولاء هي ملاذي وأملي موالي ما ترفع صوتك لا لا تستحي صلوات صلوات على محمد وعلي وباسم الحسن مع حسين ريحانة الهادي النبي والسجاد والباقر والصادق أصل مذهبي والكاظم ثم الرضا وبالجواد والنقي وعلي صلوات صلوات على محمد وعلي والحسن العسكري والقائم المؤملي بذكرهم جميعا ثقل البلاء ينجلي إلهي وربي بهم تقبل عملي صلوات صلوات على محمد وعلي وأفضل الصلاة والسلام عليك محمد علي فاطمة الزهراء الحسن والحسين زين العابدين أئمة المعصومين صاحب